عليكم. انا شو سيدي؟ لا صافا كنت نسولك على السيد اللي كياخذ لي بروجي انا فين كان؟ دقيقه نكونسيدي. اه عندي واحد الفكره ديال واحد المشروع ولكن ما عارف لا مين نبدا لا شنو غادي ندير. اشتري لي كوبي ديال المشروع ديالك؟ وي تري بيان. شوف اسيدي اي مشروع كيما بغى يكون النوع ديالو كيبدا بجوج ديال الاسس، الفكره ديال المشروع وسيره المقاولات هي ديال المرويج. وكيف قلت لك ان الفكره هي مهمه في الانشاء ديال اي مقاوله كيما بغى يكون النوع ديالها. ناخذوا بعين الاعتبار كذلك حتى التجربه ديالك والخبرات الخاصه ديالك غادي ينفعوك بزاف في انشاء المقاوله اللي بغيتي دير. حتى الخيال ديالك غادي ينفع بزاف ويقدر يغطي هذه الفكره ديالك اللي هي غالبا ما كتكون في البدايه عباره عن رغبه صغيره وكتعمق مع الوقت وكتكبر شي شويه. حاجه اخرى اللي هي مهمه حتى الشخصيه ديالك انت غادا تعاونك بزاف في النجاح ديال المشروع ديالك. وحاجه اخرى اللي كيلا بليز امبورطون هي الثقه في نفسك. الا عندك ثقه في راسك في المشروع ديالك فاوتوماتيكمون المشروع غيمشي مزيان. اما انا دابا واثق ان المشروع تاعي غادي ينجح بلي خصني غير نبدا. شوف عمرنا ما كنكونوا متاكدين من اي حاجه ولكن باش كنحطوا المخاطر وتكون عندنا رؤيه معمقه من المهم اننا نديروا دراسه معمقه للمشروع بجميع الجوانب ديالها بحال دابا مثلا السوق المسائل التقنيه القانونيه الماليه. هذا اللي كيتسمى خطه العمل. اشنو هي خطه العمل؟ هي ملف لتقديم مشروع الاعمال اللي كتوصف فيه جميع الجوانب الفريق او الفرد المنشئ يعني الريسورس هيومان المنتوج او الخدمه السوق والعملاء والمنافسه حتى لا استراتيجي دو ترافاي كنشوفوها كنشوفوا كذلك الطرق المختلفه اللي غادي نخدموا بها كنشوفوا حتى التكلفه ديال هذه الوسائل. التوقعات الماليه هي مهمه الاساس القانوني كذلك هو مهم. عندنا واحد الاجل هذا الاجل محدد والجوانب الاخرى المفيده اللي غتخلينا ان اي واحد فينا يقرا هذا الملف ويفهم المشروع ديالو. هذا الملف بطبيعه الحال كيوجدوا حامل المشروع اللي هو انت كتجي عندنا حنا هنا كوكاله لابيك وكنديروا ايدينا باش كنعاونوا في انشاء المشروع ديالك. كنظن واقيلا حتى الساعه كلشي واضح ياك؟ بطبيعه الحال شكرا بزاف هذا كيف قلت لك غنديروا ايد فليد ان شاء الله ميكرو غير الخير. ومرحبا بكم اون كور اون فوا في لابيك. انا وجدت الدوسي وما كرهتش ناخذ من عندك معلومات باش تعاوني في انشاء المقاوله ديالي. خليها اول حاجه كنديروا ملي كنبغيو نخلقوا المقاوله ديالنا هما كنديروا اون اتيود دو مارشي. اشنو هي اتيود دو مارشي؟ اتيود دو مارشي اللي كتسمح لنا باش كنتحققوا من صحه هذا المجال اللي بغيتي تخلق فيه المقاوله ديالك. هادشي كندوي على اربعه ديال الجوانب يعني اربعه ديال لي زاكس. الممولين يعني الناس اللي غيعطوك المواد الاوليه، المنافسين هاد النقطه مهمه، الزبناء لان على قبلهم غادي انت هذا المشروع ديالك، والمنتوج اولا الخدمه. كذلك غادا تساعدك على بناء استراتيجيه عمليه وحساب الحصه الخاصه بك في السوق يعني لا بار دو مارشي. ما غنساش نقول لك حتى التوقعات ديال المبيعات يعني غادي تشوف لا بار دو مارشي ديال المنتوج ديالك اللي غتحط كيفاش غادي تكون. كيف قلت لك انت ما كاينش عاب وحدك كاينين بليزيور كونكورون. الا غادي نجيب انا ان نوفو برودوي اشنو غادا تكون القيمه ديالو في المارشي وكيلي لا بار دو مارشي اللي غادي ياخذ. بالاضافه الى ان السوق تقدر تكون اما وطنيه اقليميه او لا محليه. كل شكل من اشكال السوق عنده الاكراهات ديالو ومفاتيح النجاح الرئيسيه والمهم انها تحدد في هذه المرحله. ومن هنا كنبغي نشير لبعض الاخطاء اللي يمكن يطيحوا فيها بعض المقاولين الشباب. الخطا الاول مثلا ملي كيقرر حامل المشروع انه يبدا النشاط التجاري ديالو واخا كيكون عنده غير زبون واحد. في هذه الحاله يبرون ريسك غادي ندير مقاوله جديده وعندي غير زبون واحد. الا مشى لي داك الزبون خصني نسد. متفق معايا؟ دونك هذا باغمي اخطاء اللي كيديرهم الناس. اضافه الى ذلك كتكون الرؤيه ديالو غير واضحه فيما يخص التعامل مع الممولين. كيف كرا يدير المشروع يعني كيجيب اما واحد المنتوج ولا واحد الخدمه وما كيشوفش لا بار دو مارشي كومون ايلي. كذلك من بين هذه الاخطاء عدم تنويع المنتوجات في المستقبل. فالواحد كيبدا بواحد المنتوج وما كيفكرش على المدى المتوسط او على المدى البعيد انه يبدل هذاك المنتوج. غادي ينوع المنتوج وغادي ينوع حتى الدخل ديالو. اذا كيف ما شفنا مما كتكونش الدراسه ديال السوق مدققه كنقدروا نطيحوا في استنتاجات خاطئه وبالتالي القرارات ما كتكونش في المحل ديالها. في هذه الحاله اللي عندنا تيخطط حامل المشروع وكيركز الانشطه ديالو على زبون واحد وكيعطي فتره ديال السداد اللي كتكون كبيره. هكذا كتكون المخاطر ديالو كالتالي. الخطر الاول هو الفشل ملي كيقرر الزبون انه ما يبقاش ياخذ المنتوج ديالكم
والخطر الثاني هو ملي كتدخل شركه في ضيق مالي بسبب نقص في السيوله. تنضيفوا ان عدم وجود معطيات كافيه على السوق وتواجدها بشكل غير مدروس كيدفعنا للخوض في مشروع ديال السوق غير ناضج، وهكذا المشروع كيبقى منحصر في سوق مشبعه يعني ساتوري اولا كتكون صغيره بزاف، في حين ان البدايه ديالو ما كتكونش مزيانه، والعكس هو ان البدايه هي المهم. وفي هذه الحاله الاستثمار والطاقه كيتفقدوا، وبالتالي الخدمه ديالها كلنا اللي درناها كتولي غير فرصه ضائعه. دراسة السوق يمكن تكون ذات فائدة كبيرة لأنها غدا تمكنك من التعرف على التوجهات والقواعد الرئيسية للسوق، التحقق من أن المنتوج أو الخدمة تمكنه على أنك تحصل على حصص من السوق، تقييم توقعات المبيعات، وفي الأخير تحديد سياسة المنتوج، الثمن، التوزيع والتواصل. عندنا كذلك بعض القواعد الذهبية، مثلا البحث عن المعلومات من المنافسين مع تحديد توقعات الزبناء بدقة والقيام باستطلاع، تعميق البحث بالشركة المماثلة لديالكم، وفي الأخير الاعتماد على المؤشرات الإحصائية. المرحلة الثانية من خطة العمل ديالكم هي الدراسة التقنية. أشنو هي الدراسة التقنية؟ هو داكشي اللي غنشوفو دابا. إنجاز دراسة تقنية مرحلة جد مهمة لنجاح المقاولة. الهدف ديالها هو تحديد كل الإمكانيات المتوفرة والمتطلبات لممارسة هذا النشاط، ونذكره مثلاً الموارد البشرية، أي الأشخاص اللي غادين يخدموا معايا، العدد ديالهم، البروفيل ديالهم وطريقة التعاقد معهم، معلومات لها علاقة بالموقع ديال المقاولة أو المقر، وكذلك الإصلاحات أو البنايات المرتقبة وأجل الإنجاز ديالها. وفي النهاية بطبيعة الحال تنحدد مراحل مخطط عملية التصنيع أو الإنتاج أو الخدمة المقدمة. اللي خصنا نعرفه مزيان هو في الدراسة التقنية خصنا نجنبوا إدراج عناصر الإنتاج المبالغ فيها واللي ما كتوالمش مع المجال ديالكم. مثلا مساحة المحل خصها تكون كتوالم نوعية المشروع اللي غادي نديرو، وسيلة النقل مثلا خصها تكون غير بحال السيارة، والأجهزة المعلوماتية ما خصهاش تكون يعني متطورة بزاف، كذلك حتى أثاث المكتب. تيخص تعرفوا أنه كل إنفاق ماشي في المحل ديالو تيكون بمثابة عبء إضافي بالنسبة للمقاولة ديالكم. في مرحلة إعداد جزء تقني من المشروع ديالكم خاص تنتبهوا لبعض المسائل، مثلا تكونوا قراب من الزبناء والممولين ديالكم، تختاروا مكان اللي كيعرف رواج مهم، هذا الشيء هو اللي غيشكل لكم ضمان لنجاح المشروع. تيخص تبقاو على حذر من المقتنيات ديالكم وبالاخص النفقات اللي هي كتاخذ القسم الاكبر من حساب التكلفه. الاهتمام ببراءات الاختراع او التراخيص اللازمه للتشغيل، تيخص نعطيو اهتمام خاص لتعيين الموظفين، المؤهلات ديالهم اللازمه ومستوى الاجور بالنسبه لكل فئه، كذلك مستوى التغطيه الاجتماعيه. تحديد طريقة الأداء بالنسبة للممولين، غنختاروا الوقت، سياسة التحفيز، استراتيجية المبيعات وكذلك دفع المواعيد النهائية. إتقان عملية التصنيع خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، لا الملف ولا المخطط ولا حتى التكنولوجيا، وكذلك تحديد استراتيجية التخزين وحتى الإدارة. جي روسي فوتر دوسي قريتو مزيان، ليدي جاتني أوريجينال. هي اللي بغيت نفسر لك في هذا الاول، هذا شنو هو لو ديغولمون ديال لو بروجي. الوغ التوقعات الماليه الهدف الرئيسي ديالها هو التحقق من مردوديه مشروع الاستثمار، وفيما يخص اجراء التحليل المالي ترجمه جميع المعلومات اللي جمعناها في الخطوات السابقه، دراسه السوق والدراسه التقنيه الى ارقام، ورصد الاستدامه للشركه من خلال ابراز هذه العناصر مع مرور الوقت 5 سنوات كحد ادنى. في اجراء التحليل المالي تيخص تحديد كل وظيفه على حده، شراء، تخزين، إنتاج، تنقيب، بيع إلى آخره، والتكلفة أيضاً في جدول ملخص. هذا التحليل كنقوموا به avec l'aide d'experts professionnels في تنظيم المشاريع، des experts comptables par exemple، وتنطلبوا الاستشارة من مؤسسات بحال لانابك. النقط اللي خصنا نتجنبوا، ما خصناش نكونوا متفائلين بزاف في تقييم الإيرادات والتكاليف. من الحكمة زيادة في التكاليف وتقليل من الإيرادات المتوقعة باش ما نواجهوش مفاجآت سيئة. تأكد من أنه عندك خطة تمويل متوازنة بين الأموال اللي تتقدمها أنت كحامل المشروع والطرف الآخر الممول. عادة تتكون 30% تمويل شخصي وتتكون 70% قرض. تقدير قيمة حاجة رأس المال العامل اللي هو لو بي اف ار، لو بيزوان اون فون دو رولمون، تنسميوه بالعربية السيولة، باش
نغطيو المصارف في انتظار الموارد خصوصا في الشهور الاولى في انطلاق نشاط الشركه. من القواعد الضروريه ديال ليتود فينانسيير هو اننا من الضروري ناخذ بعين الاعتبار القطاع وطبيعه النشاط، كذلك التغييرات الدوريه في النشاط مثل التاثيرات الموسميه والمرحله اللي غيتواجد فيها القطاع، مثلا اما البدايه او تطوير او تراجع. خاصنا نوصلوا لتقييم صحيح باش تكون الوضعيه الماليه سليمه، كذلك تحديد تفاعل بين العرض والطلب لقياس قيمه راس المال العام وقدره الشركه على تسديد الديون والسيوله.